الرحيم، أعزائي الطلاب اسمحوا لي النهاردة ناخد مع بعض جزء الخاص بالعمل بتاع الريسبيراتوري سيستم، الجزء اللي هو متعلق بالصور والدياجرامز. وخلينا نبتدي مع بعض. أول حاجة عندنا ألا وهي الأولفاكتوري ميكوزا أو الغشاء المخاطي اللي مسؤول عن استقبال حاسة الشم. خلينا نقول إن الأولفاكتوري ميكوزا زي أي ميكوزا أو غشاء مخاطي بيتكون من طبقتين، طبقة سطحية اللي هي عبارة عن الإبيثيليوم، وطبقة تحت بتبقى عبارة عن الكونكتيف تيشو. خلينا الأول ناخد الإبيثيليوم. الإبيثيليوم عندي بيتكون من كام نوع من الخلايا؟ بيتكون من 3 أنواع. أول نوع من الخلايا اللي بقول عليها الأولفاكتوري سيل، الخلية دي اللي أنت شايفها قدامك اللي هي شكلها بقول عليها باي بولر، وإحنا خدنا الباي بولر في النيرفس تيشو إن هي عبارة عن خلية ليها سيل بودي اللي هو اللي أنت شايفه ده، بيبقى السيل بودي طالع منه تو بروسيسز. بروسيس منهم بيبقى ماشي كده طالع كده على السطح، بعتبره كأنه دندرايت، بيجي ينتهي بجزء كده منفوخ دايليتد بقول عليه اولفاكتوري فيزيكل، والاولفاكتوري فيزيكل دي بيطلع منها زوائد عاملة زي الشعر زي كرون الاستشعار، بسميها الاولفاكتوري سيليا، وهذه الزوائد هي ايه اللي بتحتوي على المستقبلات اللي هي بتحس بايه بالحاجة اللي انت مفروض هتشمها. من السيل بودي بينزل البروسيس الثاني اللي هو عبارة عن الاكزون، والاكزون ده بيجي بيخترق البيزا اللامينة اللي قاعدة عليه الخلايا التانية، ها، وتيجي كده كذا اكزون من كل الاولفاكتوري سيلز اللي عندي تيجي تتجمع مع بعض كده وتعمل لي ايه؟ تعمل لي النيرف فايبرز بتاعت الاولفاكتوري نيرف اللي هو عبارة عن الكريان نيرف رقم 1، ها، اللي هو هيروح على فين؟ على البرين. يبقى اذا الجزء ده قلت عليه الاكزونز بتاعت الاولفاكتوري سيلز، قلت عليه ان هو عبارة عن الافرنت نيرف فايبر بتاعت الاولفاكتوري نيرف، وكلمه افرنت اللي لسه مش عارفينها معناها ان هي عباره عن نيرف فايبرز هتروح تدخل على الايه السي ان اس اللي هي هتروح على ايه على البرين. فسواء قلت كده سواء قلت كده الاثنين صح، مفيش ايه مفيش مشكله. يبقى اذا اول خليه عندي قلناها اللي هي عباره عن الاولفاكتوري سيل اللي هي من اسمها اللي مسؤوله عن ايه عن عمليه استقبال حاسه الشم. وبما ان الاولفاكتوري سيل دي بتعتبر خليه عصبيه، واي خليه عصبيه لازم لها خليه داعمه، فاذا هيكون قاعد جنبها خلايا مطوله كده كولامنر محوطاها اسمها سبورتنج سيل. فالسبورتنج سيل هي الخليه الكبيره كولامنر دي اللي محوطه لك الباي بولر سيل او الاولفاكتوري سيل، واللي بتبقى قاعده على البيزا اللامينه، والجزء السطحي بتاعها بيبقى فيه الحاجات اللي عامله زي الصوابع دي اللي هي عباره عن المايكروفيلاي واللي خدنا الوظيفه بتاعتها في الجزء بتاع النظري. تالت خليه عندي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن خليه كده قصيره مثلثه قاعده على البيزا اللامينه اللي انا بقول عليها البيزال سيل. والبيزال سيل دي زي ما احنا خدنا ان اي بيزال سيل يا جماعه خلي بالكم في الدنيا وظيفتها انها تشتغل ايه؟ كخليه جذعيه تنقسم وتجدد الخليتين التانيين اللي هم الاولفاكتوري سيل والسبورتنج سيل. طيب انا كده خلصت الابيثيليوم، في عندي ايه تاني غير الابيثيليوم؟ عندي في طبقه الكونكتيف تيشو اللي تحت الابيثيليوم. الطبقه دي بتحتوي على مجموعه من الجلاندز اللي بقول عليهم الباومانز جلاند. الباومانز جلاند وباومان على اسم العالم اكتشفها. فالباومانز جلاند دي عباره عن ايه؟ عباره عن جلاند بتتكون من ايه؟ وحدات من الافراز، شكلها عباره عن خلايا قاعده جنب بعض قاعدين على بيزا اللامينا، والخلايا دي بتطلع سكريشن افراز على التجويف ايه بتاعها، والتجويف ده بيجي ويفتحها في قناه، القناه دي بتخترق البيزا اللامينه وتفتح على السطح بتاع الاولفاكتوري ميكوزا، ها، علشان ايه؟ عشان تطلع السكريشن بتاعها. اللي هو السكريشن عباره عن ايه؟ عباره عن سيره السكريشن زي الميه كده، وظيفته ان هو يدوب الحاجه اللي هتيجي وتستقبلها مين؟ الاولفاكتوري سيل. اتفقنا يا شباب؟ يبقى ده عبارة عن الايه الدياجرام بتاع الأولفاكتوري ميكوزا. منها نروح بعد كده على التراكية، وتراكية دي أو القصبة الهوائية بالظبط عاملة زي القصبة، أسطوانة ليها جدار وليها تجويف. فلو جيت شفت الجدار أو الوول بتاعها هلاقيه بيتكون من طبقات عددهم 4. ايه الطبقات دي؟
اول طبقه عندي في هذا الدياجرام اللي هي عباره عن طبقه مين؟ برضو الميكوزا، اللي هي عباره عن طبقه الغشاء المخاطي، واي ميكوزا في الدنيا عباره عن ابيثيليوم وطبقه كونكتيف تيشو تحتها اللي بقول عليها اللامينا بروبريا. اللامينا بروبريا يعني طبقه الكونكتيف تيشو اللي مغطيه لي ايه هذا الجزء من الاورجان. الابيثيليوم عندي في التراكيه عباره عن ايه؟ ها، النشيد القومي للريسبيراتوري سيستم، سودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر ويز جوبلت سيل، سودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر ويز جوبلت سيل. فين الكلام ده اللي احنا بنقول عليه؟ اولا سودو ستراتيفايد ليه؟ فاكرين قلنا ليه؟ علشان انا عندي في نوعين من الخلايا، خلايا طويلة النيوكليوس بتاعتها فوق وخلايا قصيرة النيوكليوس بتاعتها تحت. فالخلايا الطويلة والخلايا القصيرة الاتنين قاعدين على البيزا اللامينة، بس نتيجة ان في مجموعة من نيوكلياي بتبقى موجودة فوق بتاعت الخلايا الطويلة ومجموعة نيوكلياي تحت بتاعت الخلايا القصيرة، فادت ايحاء كاذب ان ايه؟ ها، ان الخلايا دي مترصصة على كذا مستوى، على الرغم ان كل الخلايا الطويلة والقصيرة قاعدة على البيزا اللامينة. طيب هي ليه سيليتد؟ لان السطح بتاع الخلايا المطوله عليه ايه؟ شعر عامل زي السيليا. فين بقى الجوبلت سيل؟ اهي يا جماعه الخليه ايه؟ الكاسيه اللي عامله زي الكاس كده، الجزء بتاعها فوق منفوخ بيبقى فيه ايه؟ مخاط. ده الوصف بتاع مين؟ بتاع السودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر والجوبلت سيل. تحتي تحت الابيثيليوم هلاقي في طبقه من الكونكتيف تيشو اللي هي بقول عليها اللامينا بروبريا. وخليني اقول لك ان الكونكتيف تيشو ده او اللامينا بروبريا بتبقى مفصوله عن الطبقه اللي تحت الميكوزا اللي بقول عليها السب ميكوزا اللي هي تحت الميكوزا عن طريق غشاء من الالاستيك فايبرز، بقول عليه الاستيك ميمبرين. الاستيك ميمبرين عباره عن ايه؟ الاستيك فايبرز كده المزجزجه، ها، جايه كده مترصصه جنب بعض عامله غشاء فاصله لي ما بين الميكوزا وما بين السب ميكوزا، واخدنا طبعا وظيفته في النظري. الطبقه الثانيه اللي بقول عليها الساب ميكوزا واللي بتحتوي على مجموعه من الجلاند بقول عليها سيرو ميوكاس جلاند. يعني ايه سيرو ميوكاس؟ يعني شويه منها بتفرز سيرا سيكريشن زي الميه، وشويه بتفرز ايه؟ مخاط زي ايه؟ زي او بتفرز يعني ماده مخاطيه. فاذا الجلاند دي بقول عليها سيرو ميوكاس جلاند، او ممكن تقول عليها ساب ميكوزا جلاند، مفيش مشكله على اساس ان هي موجوده في الساب ميكوزا. وتالت طبقة عندي اللي هي عبارة عن طبقة الهايلاين كارتليج، الكارتليج لاير. فاكرين الهايلاين كارتليج اللي كانت بتتكون من ايه؟ من كوندروسايت. ها، الكوندروسايت بتبقى متنطورة كده في الايه؟ في الأرضية بتاعتي الشفافة المتجانسة اللي هي عبارة عن الماتريكس. وآخر طبقة عندي طبقة الكونكتيف تيشو الخارجية اللي بقول عليها الادفنتيشيا. ادفنتيشيا يعني طبقة خارجية من الايه؟ كونكتيف تيشو، زي كده اللي خدناها فين؟ في البلاد فيسل، كانت طبقة خارجية من ايه؟ من الكونكتيف تيشو. تعال نشوف على هذه الصورة اللي عندي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شريحة للتراكية باين فيها عندي 3 طبقات، ميكوزا، سب ميكوزا، والكارتليج لاير. طيب أول حاجة أنا ليه قلت عليها إن هي تراكية؟ تعالوا كده يا جماعة نشوف الطبقات اللي عندي اللي خلتني أقول إنها تراكية. أول طبقة الميكوزا اللي بتتكون من إبيثيليوم، الإبيثيليوم هنا في إيه؟ النيوكلياي بتاعتي حبة فوق وحبة تحت، وآدي إيه؟ آدي الشعر اللي طالع، يبقى ده عبارة عن السودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر، وإن كان الجزء ده مش واضح فيه الجوبلت سيلز قوي، بس إيه؟ بس مش مشكلة. الطبقة اللي تحتها اللي هي عبارة عن طبقة إيه؟ اللامينا بروبريا بتاعتي اللي هي طبقة الإيه؟ الكونكتيف تيشو، واللي بتحتوي على إيه؟ على البلاد فيسلز أهي اللي هتغذي لي الإبيثيليوم بتاعي. والبلاد فيسل أنا بعرفه دايماً إن إيه؟ التجويف بتاعه بيبقى إيه؟ في حاجات حمراء كده اللي هي عبارة عن الريد بلاد إيه؟ كورباسل. ما بين اللامينا بروبريا وما بين الطبقة التانية شايفين ده عبارة عن إيه؟ الإلاستيك ميمبرين بتاعي. هذه الساب ميكوزا اللي هي الطبقه الثانيه اللي بتحتوي على الساب ميكوزا الجلاند اللي فيه منها وحدات افراز بتبقى غامقه دي السيرس، وحدات تانية بتبقى فاتحه كده عامله زي المحتوى بتاعها زي ما يكون في قائع صابون، وده دليل ان جواها مخاط داب اثناء تحضير العينه. فالجزء ده الفاتح ده اللي هو بعتبره ايه؟ الميوكس. ايه؟ الميوكس جلاند. فزي ما قلت لكم لما يجي لكم في الامتحان قولوا سيرو ميوكاس جلاند او ميوكو سيراس جلاند او سب ميوكوزال جلاند، كله ايه؟ كله واحد. هنا برضو احمد زي ايه؟ زي الحاج احمد، ما فرقتش. وطبقة
الطبقة الثالثة عندي اللي هي عبارة عن طبقة الهايلاين كارتليج، الكارتليج لاير اللي بتحتوي على الكوندروسايت بتاعتي، فاكرينها؟ فاكرينها لما كنا بناخدها اللي قاعدة جوه ايه اللاكني، اللاكني بتاعتها، الفراغ الأبيض بتاعها اللي قلت لكم عاملة كده، فاكرين زي ايه؟ زي البيض العيون، شبه كده البيض العيون اللي انت حاطه جوه الطبق، والخلايا دي متنطوره وقاعده على ارضيه متجانسه عامله زي السما الزرقاء الصافيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الماتريكس بتاعي. كل ده كده خلاني اقول ان دي عباره عن الايه؟ التراكيه. خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، ان الكارتليج لاير دي بتاعت التراكيه تغطي الانتيريور واللاترال سيرفيس بتاع التراكيه. زي ما قلنا في النظري انها بالظبط الكارتليج عامله زي سي شيب، زي حرف السي كده، او زي الرينج الخاتم، بس مش خاتم متكامل، خاتم من ورا ها ديفيشنت. يعني ايه؟ يعني شكل السي شيب زي كده حرف السي، خلاص الجزء اللي ورا ده من التراكيه ما بيبقاش فيه ايه؟ ما بيبقاش فيه كارتليج. فلو جينا بصينا على التراكيه في البوستيريور سيرفيس هتلاقي ايه؟ ادي يا شباب ده عباره عن سيكشن في تراكيه بوستيريور، ادي ده طبقه الابيثيليوم، اللامينا بروبريا، الساميكوزا بالجلاندز بتاعتها، وادي الايه؟ الكارتليج بتاعي. فالجزء اللي ورا ده من التراكيه اهو ما بيبقاش فيه ايه؟ ما بيبقاش فيه كارتليج، ده عباره عن نهايه السي شيب كارتليج. امال بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه الحاجات المغزليه اللي لونها بينك اللي انت شايفها دي، اللي هي عباره عن طبقه السموث ماسل اللي هي بتعمل لي ماسل اسمها تراكياليس ماسل اللي احنا خدناها فين؟ في النظري. فاذا البوستيريور سيرفيس بتاع التراكيه هتلاقي ايه؟ نهايه السي شيب كارتليج اهي، مكانها هنا مفيش كارتليج، لكن مكانه في ايه؟ الخلايا المغزليه اللي لونها بينك اللي بتميز مين؟ اللي سموث ماسل اللي هي تراكيالس ماسل. اتفقنا يا شباب؟ ومن التراكيه نروح بعد كده على البرونكاس اللي هي بتبقى موجوده جوه اللانجو اللي بقول عليها الانترا بالمونري برونكاس. اول حاجه يا شباب انا عندي هنا سؤال، هي ليه انا قلت عليها انترا بالمونري؟ ليه قلت ان هي البرونكس دي موجوده جوه اللنج؟ لان احنا لو جينا بصينا هتلاقي ايه؟ هتلاقي الحاجات البيضه دي، السبيسز البيضه، الحويصلات البيضه اللي عامله زي البلالين ايه المنفوخه، اللي هي عباره عن الالفيولاي، الالفيولاي. فطالما انا شفت البلالين المنفوخه دي البيضه، يبقى اذا دي عباره عن سيكشن جوه الايه؟ اللنج. طيب ايه اللي خلاني اقول ان دي برونكس؟ ايه الحاجات اللي بتميز لي البرونكس؟ اول حاجه لو جيت بصيت هلاقي ان البرونكس بتتكون برضو من طبقات. اول طبقه عندي هنا اللي هي عباره عن طبقه الميكوزا، واللي برضو بتتكون من ابيثيليوم وتحتها طبقه من اللامينا بروبريا او الكونكتيف تيشو. هنا الابيثيليوم عباره عن برضو النشيد القومي للريسبيراتوري سيستم، سودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر ابيثيليوم. بس انا لو جيت بصيت ايه يعني مش هعرف اميزه كويس قوي، مش هعرف اميزه. فاذا ايه؟ فاذا مش ده الحاجه اللي هتخليني احلف ان ده ايه؟ ان دي برونكس. تحت طبقه الميكوزا هتلاقي هنا حاجه بقى ايه جديده ظهرت، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن طبقه الماسكلوزا، الماسكلوزا اللي هي عباره عن الشرايط البينك اللي انت شايفها دي، اللي واخده لك اليومن داير ما يدور. فاذا انا في هنا تحت الميكوزا على طول طبقه من المصل بقول عليها مين؟ الماسكلوزا. الطبقة الثالثة اللي عندي اللي هي عبارة عن طبقة الصاب ميكوزا، واللي بتحتوي على مين؟ ايه الدوائر دي يا جماعة؟ عبارة عن السيروميوكاس جلاند، زي بالظبط السيروميوكاس جلاند اللي احنا شفناها فين؟ في التراكية. يليها ها هلاقي في هنا ايه؟ هلاقي هنا في الكارتليج بتاعتي، الهايلاين كارتليج. بس الكارتليج هنا تختلف عن بتاعه التراكيه، ان هي بتبقى عباره عن الريجولار بليتس. يعني ايه الريجولار بليتس؟ يعني حتت مقطعه، يعني ادي حته اهي وادي حته ها، فما بلاقهاش ايه؟ ما بلاقهاش واخده لك كده الايه؟ اليومن داير ما يدور مثلا، وما بتلاقهاش سي شيبد، لا ده انت بتلاقيه عباره عن ايه؟ قطع، ادي قطعه وادي قطعه وادي قطعه، فبقول عليها ايه؟ الريجولار بليتس اوف هايلاين كارتليج، اوف هايلاين كارتليج. وخلي بالك وجود الكارتليج حوالين الاستراكشر ده اللي قدامك، وحتى لو كان قطعه واحده فقط، يعني حتى لو شايف بس الحته دي فقط لا غير، مش شايف غيرها، ده اللي بيخليني احلف ثلاثه بالله العظيم ان السكشن اللي عندي ده عباره عن ايه؟ برونكس وليس برونكيول، زي ما هنشوف بعد شوية، زي ما هنشوف بعد شوية.
فما تستغربش ولا تستعجبش لو جالك السكشن بتاعك ها في قطعه واحده من الكارتليج كده بس مش شايف غيرها. تقول ايه يا دكتوره ايمان، هي دي يعني تغني؟ اه تغني، تخليك تحلف ان السكشن قدامك ده عباره عن سكشن في الانترا بالمونري برونكس. وتاني انا بعرف الهايلاين كارتليج منين، ها زي ما قلت لكم عباره عن ايه، ادي الكوندروسايتس بتاعتي، ها بتبقى بالظبط كده عامله زي البيض العيون، بتبقى قاعده كده متنطوره وسط الارضيه الايه المتجانسه بتاعتي، وهي دي العلامه المميزه للانترا بالمونري ايه برونكس. يبقى اذا يا شباب الحاجات المهمه جدا اللي بشخص بيها الانترا بالمونري برونكس ان انا بيبقى عندي ايه، ها عندي فيه طبقه اهي من السموث ماسل واخدالي ايه اليومن داير ميدور، تحتيها في مجموعه من الجلاند موجوده في الصبميكوزا الدوائر دي، بعديها في ايه في القطع من الهايلاين كارتليج، وهي دي اللي بأحلف ثلاثة بالله العظيم ان دي عباره عن برونكس وليست برونكيول، وليست برونكيول. يبقى اذا الشريحه اللي بعد كده عندنا اللي هي عباره عن التيرمينال برونكيول، والتيرمينال برونكيول ده زي ما احنا اخذنا في النظري دي عباره عن نهايه الايه الكوندكتنج بورشن، نهايه الكوندكتنج بورشن. اول حاجه يا جماعه طبعا التيرمينال برونكيول بديهي زي ما احنا عارفين هي طبعا موجوده جوه اللنج، عشان كده ما تستغربش ان انت تشوف ايه تشوف البلالين البيضاء المنفوخه دي اللي عباره عن الحويصلات الهوائيه او الالفيولاي. سيكشن التيرمينال برونكيوب بيتميز بايه؟ ان هو فيه برضو طبقات. اول طبقه عندي ليها طبقه ايه الميكوزا اللي بتتكون من ابيثيليوم وتحتيه طبقه من الكونكتيف تيشو. وهنا يا جماعه اولا الابيثيليوم بتاعي بيبقى ايه؟ لا هنا بقى مش سود ستراتيفايد سيليتد كولامنر جوبلت سيل. هنا بيبقى عباره عن سيمبل كولامنر ابيثيليوم. اهو قدامك اهو واضح جدا انه سيمبل كولامنر. ليه؟ خلايا عامله زي العواميد لها نواه بتبقى ايه؟ بتبقى بيضاويه واقفه كده عموديه على البيزا اللامنه. والنيوكلياي كده مترصصه ايه في صف واحد جنب بعض بهذا المنظر. تاني حاجة لو جيت شفت الميكوزة بتاعتك هتلاقي ايه فولدد معرجة بهذا المنظر. وهي ليه معرجة بهذا المنظر؟ لان في تحتيها طبقة محترمة محترمة ها محترمة تقف كده تديها تعظيم سلام من السموث ماسل، واخدالك الول داير ما يدور اللي هي عبارة عن ايه طبقة الماسكلوزة، الماسكلوزة اللي فيها سموث ماسل شرايط لونها بينك ها فيري ويل ديفلوبد، واخدالك ايه واخدالك التركيب بتاعك داير ما يدور، وهي دي الايه بالكونتراكشن بتاعها اللي بيخلي لي الايه الميكوزه بتاعتي معرجه بهذا المنظر. يجي السؤال هل انت هنا شايف اي جلاند؟ ها مفيش. هل انت هنا شايف اي قطعه من الكارتليج؟ مفيش. يبقى كل ده يخليني احلف ثلاثه بالله العظيم ان الصوره اللي قدامي دي عباره عن سيكشن في التيرمينال برونكيول وليست البرونكس، وليست البرونكس. يبقى اذا يا شباب البرونكيول او التيرمينال برونكيول من العلامه المميزه بتاعتها ان الميكوزه بتاعتي معرجه بهذا المنظر، انها متحوطه بطبقه محترمه محترمه اديني بقولها تاني من ايه من الماسكلوزه او السموث ماسل، مفيش كارتليج ومفيش ايه جلانس. خليني اقول لك ان السيمبل كولامنال ابيثيليوم ده بتاع التيرمينال برونكيول في الواقع هو بيتكون من نوعين من السلس. نوع منها بيبقى خلايا كولامنر عليها طالع منها كده شعر اللي هو عباره عن السيليا، بقول هذا النوع اللي هو عباره عن سيليتد كولامنر ابيثيليوم. ونوع تاني جنبه بيبقى عباره عن خليه ها مطوله برضو كده، بس الخليه دي بتبقى القبه بتاعتها او الجزء العلوي بتاعها بيبقى عامل زي ايه زي المأذنه زي القمه بتاعت المأذنه زي قبه المأذنه كده بالظبط، اللي بقول عليها ايه الخليه دي الكلاراسيل، الكلاراسيل. والخليه دي يا جماعه بيحبوها زي ولادهم، زي ولادهم بمعنى الكلمه سواء في العملي او في النظري، يحبوها جدا جدا جدا. احنا يعني عندنا خليتين في الريسبيراتوري سيستم كده بيعتبروها ايه العيلين بتوعهم يعني. واحده منهم اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن الكلاراسيل. فالكلاراسيل دي انا بعرفها منين؟ الكلاراسيل دي خليه ها بتبقى الجزء العلوي بتاعها كده عامل زي ايه؟ زي القبه بتاعت المئذنه. وبيبقى السيتوبلازم فيها في الجزء العلوي بيحتوي على ايه حويصلات، الحويصلات دي اللي هي بتفرز لك ايه فلويد عامل زي السيرفكتنت. تعالوا نشوف الكلام ده على الالكترون مايكروسكوب، هلاقي ايه ادي يا شباب الخلايا السيليتد كولامنر بتاعتي ادي مطوله وفيها ايه طالع منها ايه الشعر بتاعي السيليا اهو، السيليا اهو بالمنظر ده.
وادي دي عباره عن كلارا سيل، الخليه اللي الجزء العلوي بتاعها عامل زي القبه بتاعه المئذن، ها بالظبط كده. وهتلاقي جواها مين؟ هتلاقي جواها الفيزيكل او جرانيول اللي بتحتوي على ايه؟ ها اللي بتحتوي على الفلويد اللي هو زي السرفكتنت. اتفقنا يا شباب؟ ومن التيرمينال برونكيول ها يعلن انتهاء الكوندكتنج بورشن، عشان بعد كده ابتدي في اول جزء عندي من الريسبيراتوري بورشن واللي مسؤول عن الجاز اكستشينج، واول جزء عندي اللي هو عباره عن الريسبيراتوري برونكيول. طبعا السكشن ده وانا مغمضه سكشن في اللنج، ليه؟ ها عشان ايه؟ برافو عليكم، عشان الحويصلات الهوائيه اللي انا شايفاها قدامي اللي عامله زي البلالين البيضه المنفوخه اللي هي عباره عن الالفيولاي. طيب ادي يا شباب ده عباره عن سكشن في التيرمينال برونكيول، بس هي هنا ايه مقطوعه بالطول. التيرمينال برونكيول كده لما تيجي تبص هتلاقيها بتقود لنوع تاني من البرونكيول بقول عليه الريسبيراتوري برونكيول. طب الريسبيراتوري برونكيول ده انا بعرفه ازاي؟ زي ما قلت لكم الريسبيراتوري برونكيول ده بيعتبر اول جزء من ها الريسبيراتوري بورشن اللي مسؤول عن الجاز اكستشينج، عشان كده بتلاقي ان الوول بتاع الريسبيراتوري برونكيول بتعرفه من ان الجدار ابتدى ايه يطلع منه، يحصل منه اوت بوكيتنج للالفيولاي. يعني ايه اوت بوكيتنج؟ يعني الجدار بتاع الريسبيراتوري برونكيول ابتدى كده يبظ منه كده على بره مين؟ ها الالفيولاي. زي كده بالظبط، عارف الشخص اللي عنده فتاق فتق هيرنيا، تحس كده ايه تلاقي بطنه كده طالع منها ايه حته، ايه حته طالعه كده على بره، بارزه كده على بره، اهي نفس المنظر كده بالظبط، كان الوول بتاع الريسبيراتوري برونكيول بص ايه اللي حصل فيها، فتحت فيه الفيولاي. فالمنظر ده زي منظر الفتاق ده معناها ان انا هنا في بدايه الريسبيراتوري برونكيول، الريسبيراتوري برونكيول، لان ده الجزء اللي هيحصل في اكستشينج. فخلي بالكم يا جماعه علامه مميزه الريسبيراتوري برونكيول ايه؟ ان انت اول ما تشوف ده عباره عن التيرمينال برونكيول بتاعتي، اول ما تلاقي الوول بتاعه طلع منه كده حاجه عامله زي الفت اللي هي الالفيلس، اعرفوا ان احنا هنا في بدايه مين؟ الريسبيراتوري برونكيول، الريسبيراتوري برونكيول. وخلوا بالكم ان في اللنج كل مجموعه من الالفيلاي بتفتح كده في جزء مشترك، ها بقول عليه الالفيولار ساك، يعني دي الفيلس ودي الفيلس ودي الفيلس، مجموعه كده مع بعض بتفتح في سبيس مشترك مع بعض كده اللي هو عباره عن الفيولار ساك. بالظبط كده زي ما يكون عندك ايه شقه في اوض كده جنب بعضها، والاوض كلها ايه فاتحه على مين؟ على ريسبشن بره، على الصاله بتاعت ايه بتاعت الشقه دي، فده نعتبر الصاله دي او ريسبشن اللي هو عباره عن الالفيولار ساك. اتفقنا؟ ده كده عبارة عن شباب كوكتيل، كوكتيل من كل الحاجات اللي احنا ايه اللي احنا خدناها، الكوكتيل ده هجمعه كده مع بعض عشان اعمل لي حاجة اسمها ايه؟ اسمها اللنج. بمعنى ان انا جوه اللنج هلاقي ايه؟ هلاقي الاستراكشر اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانترا بالمونري برونكس. وانا ليه قلت عليه بالمونري برونكس؟ ليه قلت برونكس؟ ها علشان انا شايفة ايه؟ القطع اللي قدامي دي، القطع المتقطعة دي اللي هي عبارة عن الايه؟ الريجولار بليتس بتاعة الهايلاين كارتليج. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه الطبقات اللي عندي بتاعة الايه؟ البرونكس اللي باينه لي في المنظر ده. اول طبقه عندي يا شباب اللي هي عباره عن طبقه الايه الميكوزا اللي بتتكون من الابيثيليوم وتحتيه الايه الكونكتيف تيشو اللامينا بروبيا، يلي الطبقه دي اللي هي عباره عن ايه ها الشرايط البينك بتاعتي اللي هي عباره عن الماسكلوزا بتاعت ايه بتاعت البرونكس، يلي طبقه السابميكوزا اللي بتحتوي على الدوائر الصغيره دي اللي هي عباره عن ايه عباره عن السيروميوكاس جلاند، يلي الايه القطعه المتقطعه دي من الايه من الكارتليج بتاعت البرونكس. طيب دي البرونكس، امال الاستراكشر ده عباره عن ايه؟ ها برافو عليكم، عباره عن البرونكيول اللي هو التيرمينال برونكيول. ليه؟ لان انا في عندي اول حاجه الميكوزا بتاعتي فولدد بالمنظر ده معرجه، تاني حاجه حواليها ايه؟ طبقه محترمه من الايه؟ الماسكلوزا او السموث ماسل بتاعي، وانا مش شايفه هنا عندي ولا في كارتليج ولا في ايه؟ ولا في جلاند. طب واسالكم ايه دي؟ نفس الكلام، دي عباره برضو عن الايه التيرمينال برونكيول، دي زي دي كده بالظبط. طيب امال الاستراكشر ده عباره عن ايه؟ الاستراكشر ده يا شباب لما اجي ابص عليه هلاقي ايه؟ هلاقي فيه حاجتين يلفتوا نظري. اول حاجه هلاقي فيه ايه الحاجه الحمراء دي؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكيد هي نفس الحاجه الحمراء دي عباره عن
ايه طبقه من السموث ماسل الماسكلوزا. بس خلي بالك الجدار بتاعي هنا ايه اللي حصل؟ ابتدى يطلع منه فتاق، يطلع منه الفيلاي. يبقى انا هنا بتكلم عن مين؟ برافو عليك، وعن الريسبيراتوري برونكيول. الريسبيراتوري برونكيول، والريسبيراتوري برونكيول هنا يا شباب بتقود لايه؟ لقنوات، دي قناه ودي قناه بقول عليها الالفيلار داكت. وخليني اقول لك ان الالفيلار داكت دي ها ملهاش اتس اون وول، يعني ملهاش وول جدار خاص بيها. امال الجدار بتاعها بيتعمل بايه؟ بيتعمل عن طريق الالفيولاي الايه اللي قاعدين جنب بعض بالمنظر ده، بتكون لك الايه الجدار بتاع الالفيلار داكت. طيب انا هنا شايفه ايه كمان؟ شايفه قلت لكم الصاله بتاعتي الريسبشن اللي بتفتح فيه كذا الفيلس، اللي هي عباره عن ايه؟ عن الالفيلار ساك. شايفه ايه كمان؟ ها شايفه ايه؟ ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ مين ده يا شباب؟ ده عباره عن الايه؟ البلاد فيسلز بتاع الايه؟ بتاع مديول الحب كله، مديول الكارديو فاسكولار. هنا خلاص احنا بنسال خلاص كتير من هنا وطالع على ايه؟ على البلاد فيسلز. فاذا اللي قدامي ده عباره عن ستراكشر لو جدار، الجدار ده بيبقى لونه بينك علشان بيبقى فيه الاستيك فايبرز وسموث ماسل، وبيبقى التجويف بتاعه فيه الحاجات الحمراء اللي قدامك ده عباره عن ايه؟ عباره عن الريد بلاد كورباسل. نفس الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيسل ليه؟ ها له جدار لونه بينك اهو، وله تجويف بيبقى في ايه؟ النقط الحمراء دي الريد بلاد ايه كورباسل. طيب هل في حاجة تانية هنا عندي ظهرت؟ طبعا كل اللي انت شايفه البلالين البيضة المنفوخة دي عبارة عن الالفيولاي، ويجي يغطي اللنج من بره غشاء من الكونكتيف تيشو. بيمثل لك ايه غشاء الكونكتيف تيشو ده؟ ها ادي كونكتيف تيشو، وعليه طبقة من بره من ايه؟ الخلايا المفلطحة. ده عبارة عن مين يا شباب؟ عبارة عن طبقة البلورا اللي لازقة في اللنج، اللي بقول عليها الفيسرال بلورا. كل كوكتيل ده عملني مين؟ عمل لي اللنج. اتفقنا يا شباب؟ ده عبارة عن برضو سكشنين حبيت اجيبهولكو في اللنج. طبعا احنا زي ما احنا شايفين ها، وزي ما عرفنا ان انا اول ما اشوف الحويصلات الهوائية بالمنظر ده، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الالفيولاي. ايه اللي قدامي ده؟ ستراكشر ها بيبقى ايه؟ فولدد، معرج بالمنظر ده. فالستراكشر معرج بالمنظر ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن البرونكيول. بس خلي بالك انا في هنا عندي برونكيول ها بس مش معرجه. طب انا ايه اللي خليني اقول عليها برونكيول وهي مش معرجه؟ اسالك سؤال، هل دي تنفع تبقى برونكس؟ تنفع؟ ها شايف اي قطعه من الكارتليج هنا؟ لا مفيش. يبقى اذا دي يتنافى مع انها تكون ايه؟ انها تكون برونكس. هل تنفع تبقى بلاد فيسل؟ ادي الفيسل يا جماعه، هل دي ينفع تبقى بلاد فيسل؟ لا. ليه؟ لان البلاد فيسل يا شباب الوول بتاعه بيبقى فيه ايه؟ غالب عليه اللون البينك نتيجه لوجود الاستيك فايبرز والسموث ماسل. فاذا الاستراكشر قدامي ده حتى لو ما كانش باين ان هو هايلي فولدد زي مثلا برونكيول دي ها، او زي البرونكيول دي، لكنه في الاخر يبقى ان هو برونكيول. هذا لا ينفي عنه صفه ان هو ايه؟ ان هو برونكيول. اتفقنا؟ سيكشن تاني في اللنج عندي ده عباره عن الالفيولاي اهي، الالفيولاي اللي فاتحه هنا في الصاله المشتركه اللي هي الالفيولار ساك، ومتغطيه بره بايه؟ بطبقه من الكونكتيف تيشو اللي هي عباره عن الفيسرال بلورا. خلينا متفقين ان الالفيولاي بتاعتي او الحويصلات الهوائيه بتتغطى بنوعين من الخلايا، بقول عليهم نيوموسايت تايب 1 اند تايب 2. ساعات بنقول عليهم الفيولار ايه تايب 1 اند 2 لانها مغطيه الالفيولاي. اول خليه عندي اللي هي عباره عن النيوموسايت تايب 1، انا بعرفها منين؟ خليه مفلطحه بهذا المنظر، رفيعه جدا، والنواه بتاعتها رفيعه جدا اهي. يعني بص ادي اهو الالفيلس بتاعتي اهي الحويصله الهوائيه، شايف ايه الجدار بتاعها متغطي بايه؟ بخلايا مفلطحه جدا والنواه بتاعتها مفلطحه، وده طبيعي لازم تبقى بهذا الرف عشان دي اللي هتعمل الجاز اكستشينج. بالاضافه للخليه الثانيه اللي بقول عليها التايب 2 نيوموسايت، خليه كده بتبقى ايه؟ معجره كده، مدوره كده، كيوبويدال، وليها ايه؟ نواه مدوره بهذا المنظر، بتبقى بارزه جوه ايه؟ جوه التكويف بتاع الالفيلس. التايب 2 نيوموسايت دي ليها صوره بالالكترون مايكروسكوب، بيحبوها برضو زي عيالهم. دي بقى الخليه الثانيه بتحبوها زي عيالهم في العملي وفي النظري، كلارا سيل ومين؟ ونيوموسايت تايب 2. النيوموسايت تايب 2 انا بعرفها منين؟ زي ما قلنا اولا بتبقى ايه؟ خليه مدوره كده، ها معجره كده او كيوبويدال كده شويه، السيرفس بتاعها او السطح بيبقى فيه ايه؟ الحاجات اللي طالعه عامله زي الصوابع دي اللي هي عباره عن مايكروفيلاي.
النيوكليس بتاعتها بتبقى كبيره ومدوره، واهم حاجه اللي تخليني احلف بالله العظيم ان دي عباره عن نيوموسايت تايب 2. عباره عن ايه؟ عباره عن الاجسام اللي انت لما تيجي تبص عليها تلاقيها بتتكون من ايه؟ طبقات كده اغشيه تحت بعضها بالمنظر ده، عامله زي قلب البصله اللي بقول عليها اللاميلر بوديز، واللي بتحتوي على مين؟ السيرفكتانت. وبما ان السيرفكتانت ده فوسفوليبيد، فاي حويصله او جسم بيحتوي على فوسفوليبيد بياخد منظر ايه؟ الطبقات اللي انت شايفها دي اللي عامله زي قلب البصله. يبقى اذا نيوموسايت تايب 2، تحلف بالله العظيم انت نيوموسايت تايب 2 لما تشوف هذه الاجسام المميزه في الشكل واللي شبه قلب البصله واللي بقول عليها اللاميلار بوديز. خلي بالك كمان ان نيوموسايت تايب 2 دي بتبقى مرتبطه بنيوموسايت تايب 1، يعني ده جزء من السيتوبلازم بتاع نيوموسايت تايب 1، عن طريق ايه؟ ها، ماسكين في بعض بايه؟ بالجزء الاسود ده، الاسمنت اللي بيتحط ما بين الخلايا وبعضها عشان يقفل لك الانترسيلولار سبيس ما بينهم. هذا الاسمنت اللي بقول عليه التايت جانكشن، التايت جانكشن الخط الاسود ده، ها، اللي ما بين الخلايا وبعضها. اتفقنا شباب؟ خليني اقول لك ان ما بين الالفلس دي والالفلس دي بيبقى فيه ما بينهم كده فاصل حاجز بقول عليه الانتر الفيلر سيبتم، الانتر الفيلر سيبتم. الفاصل ده كده، ها، هناخده كده كانه هناخد جزء كده مربع ونكبره ونشوف هنلاقي ايه. ده عباره عن جزء من الالفيلس، ودي عباره عن جزء من الالفيلس، ودي عباره عن جزء من الالفيلس. ادي حتى ده تجويف الالفيلس، وده تجويف الالفيلس، وده تجويف الالفيلس. زي ما قلنا الالفيلاي بتبقى ايه؟ بتبقى متبطنه من نوعين من الخلايا، النوع المفلطح الرفيع اللي لنا مفلطحه اللي هو نيوموسايت تايب 1، والنوع المبعجر ده اللي جواه الحويصلات اللي هو عباره عن نيوموسايت تايب ايه؟ تايب 2. طيب ما بين الالفيلاي وبعضها بتلاقي فيه سبتم، ها، فاصل كده بيحتوي على كونكتيف تيشو، ادي حتى الفايبرز اللي عندي. هذا الفاصل بيحتوي على ايه؟ مين ده؟ بيحتوي على البلاد كابيلاري، البلاد كابيلاري. وعرفت منين البلاد كابيلاري؟ ها، من مديول ايه؟ الكارديو فاسكولار، اللي هي بتتكون من جدار رفيع بيتكون من اندوثيليال سيل وتجويف بيبقى فيه الحاجات الحمراء دي، الريد بلاد، ايه؟ الريد بلاد كورباسل. وخلينا متفقين ان في الاماكن اللي هيحصل فيها اكستشينج بتبقى الكابيلاري لازقه لازقه تماما في ايه؟ في السيتوبلازم بتاع النيوموسايت تايب 1 عشان تعمل لي حاجه اسمها بلاد اير بارير، بلاد اير بارير. فالبلاد اير بارير ده عباره عن الحاجز اللي ما بين الاير اللي جوه اليومن بتاع الالفلس وما بين مين؟ وما بين البلاد اللي موجود جوه ايه؟ جوه الكابيلاري. طيب اولا مين قال لي ان ده اليومن بتاع البلاد كابيلاري؟ لان انا شايفه هنا القرص اللي قدامي ده عباره عن الريد بلاد كورباسل. يبقى اذا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اليومن بتاع الكابيلاري، وده عباره عن ايه؟ اليومن بتاع الالفيلس. طيب ما بينهم، ها، هيبقى فيه البلاد اير بارير اللي بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجه من طبقه من السيرفاكتانت بتبقى مغطيه الايه؟ الخليه اللي بقول عليها النيوموسايت تايب 1. يليه الجزء ده الرفيع عباره عن السيتوبلازم بتاع تايب 1 نيوموسايت او بقول عليها الالفيلار 1 اي سيل. يلي الجزء ده التخين ده عباره عن البيزا اللامنه اللي حصل له فيوجن او اندماج، اللي هو مين يعني؟ حصل البيزا اللامنه بتاع مين ومين؟ بتاع نيوموسايت تايب 1 وبتاعت الكابيلاري اندوثيليوم. ويلي الجزء ده عباره عن الاندوثيليوم بتاع مين؟ ها، بتاع البلاد كابيلاري، بتاع البلاد كابيلاري. لو جيت هنا وشفت البلاد اير بارير بالالكترو مايكروسكوب هعرفه منين؟ ده يا شباب اليومن بتاع الالفيلس، وده اكيد اليومن بتاع الكابيلاري. ليه اكيد يا دكتوره ايمان؟ لان اللي قدامي دي عباره عن جزء من ايه؟ من الاقراص السوداء، ها، البلاك ديسك، اللي هي عباره عن الريد بلاد ايه؟ كورباسل. يبقى اذا من هنا من ناحيه الالفيلس لناحيه الكابيلاري هلاقي فيه ايه؟ هلاقي فيه طبقه من السيرفاكتن، طبعا ده فلويد ما بيبقاش باين. هلاقي فيه هنا ايه؟ الابيثيليوم الرفيع ده بتاع تايب 1 نيوموسايت. هلاقي ايه؟ الفيوز دي بيزا اللامينه بتاع التايب 1، ها، وبتاع مين؟ وبتاع الكابيلاري اندوثيليوم. هلاقي هنا مين؟ هلاقي هنا السيتوبلازم بتاع الكابيلاري اندوثيليوم. هي دي عباره عن المكونات بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت البلاد اير اي بارير. اتفقنا؟ ومنها نروح على اخر حاجه عندنا الا وهي الفيتال لانج.
ايه المقصود بالفيتال لانج؟ المقصود بالفيتال لانج دي عباره عن اللانج بتاعت الجنين قبل ما ياخد ايه؟ قبل ما ياخد نفسه، قبل ما ينزل كده من بطن مامته ويديه التصريخه التمام، ها يصرخ عشان يبتدي ايه؟ الهواء يدخل جوه ايه؟ جوه اللانج ويبتدي يعمل انفليشن جوه الاستراكشرز بتاعها. فاذا زي ما احنا عارفين ان الجنين ده ما بيعتمدش على اللانج في التنفس، انما بيعتمد على مين؟ على البلاسينتا او المشيمه. فاذا انا متوقعه ان اللنج بتاعت الجنين ده اللي لسه ما خدش النفس، ها لسه الهواء ما دخلش فيها، كل حاجه فيها هتبقى صغيره وايه وكولابسد. زي ما قلت كولابسد يعني ايه؟ يعني زي كده البالونه لما تطلع منها الهواء تتبطط على نفسها. فاذا السكشن ده عباره عن سكشن في الفيتال لنج. بصوا المنظر، دي عباره عن الالفيولاي يا شباب، شايفين شكلها ايه؟ صغيره صغيره خالص وكانها ايه مبططه كده بالمنظر ده. شايفين البرونكيول ها عامله ايه؟ كولابست كده كانها مبططه على بعض. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عباره عن ايه ده؟ عباره عن البالمونري بلاد فيسلز. بس هنا البلاد فيسل بتبقى كونجستد. يعني ايه كلمه كونجستد؟ يعني محتقنه مليانه بالدم. ليه مليانة؟ ليه الدم متجمع فيها؟ لان لسه ما حصلش استابليشمنت للبالمونري سيركيليشن، لسه البالمونري سيركيليشن ما بداتش، فبتلاقي ايه؟ الدم متجمع فيها بالمنظر ده. يبقى اذا الفيتال لانج مميزها فيتس جنين، فكل حاجه فيها ايه؟ صغننه 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 وايه؟ ومبططه بهذا ايه؟ بهذا المنظر. بالاضافه ان البلاد فيسلز هنا بتبقى ايه؟ بتبقى كونجستد، محتقنه بايه؟ بالدم اللي متجمع جواها. اتفقنا يا شباب؟ كده نبقى خلصنا ونروح للجزء بتاع الاسئله. واول سؤال عندنا ايدنتيفاي ذا اوبوزيت سيل، مين الخليه اللي قدامك دي؟ والله انا شايف قدامي خليه شكلها كده ايه؟ مبعجر كده، مدوره بهذا المنظر، شايفه ليها نواه كبيره كده مدوره. شايف قدامي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قلب البصله، قلب البصله، ها عباره عن حويصلات بتحتوي على حاجات ايه؟ ها مخططه كده بالمنظر ده، لاميليتد. يبقى انا مغمضه اقول ان انا شفت المنظر ده بتاع قلب البصله، الحاجات اللي جواها ستراكشرز مخططه كده، يبقى احلف بالله العظيم ان دي عباره عن ها نيوموسايت تايب 2. نيوموسايت تايب 2، برافو عليك. زي ما قلنا هذه اللاميلار بوديز بحلف بيها ثلاثة بالله العظيم ان دي عبارة عن نيوموسايت تايب ايه؟ تايب 2. السؤال اللي بعد كده بيقولوا ايدنتيفاي ذا فوتو، مين اللي قدامنا ده؟ مين ده؟ مين ده؟ اكيد ده سكشن في اللنج، بما ان انا شايفه هنا ايه؟ شايفه هنا الحويصلات الهوائيه او الالفيولاي. طب مين يا ترى في اللنج؟ مين؟ مين الاستراكشر ده اللي قدامي؟ ما هو لما هيشاور لك على حاجه كبيره كده يا هتبقى ايه؟ ها عد غنمك يا جحا، معزه قايمه ومعزه نايمه. فاذا ايه؟ دي هتبقى يا ايه؟ يا برونكيول يا برونكس. ويتش از ويتش؟ ها بص كده، في ايه قدامي؟ ايه ده؟ قطع 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 من ايه؟ الكارتليج المقطعه. يبقى على طول دي مين يا شباب؟ يبقى وانا مغمضه احلف ثلاثه بالله العظيم ان السكشن اللي قدامي ده عباره عن انترا بالموناري برونكاس. انترا بالموناري ايه؟ برونكاس، طالما شفت الكارتليج قدامي. اتفقنا يا شباب؟ تالت سؤال عندي ايدنتيفاي ذا بوينتد ستراكشر، شاور لك على ستراكشر وقال لك ايه ده؟ طبعا سيكشن في اللنج بما ان ده عباره عن ايه؟ ها عباره عن الالفيولاي. جيت هنا شاور لي على حاجه، جيت بصيت على الجدار بتاعها لقيته ايه؟ لقيت هنا ابتدى يفتح فيه، ظهر فيه، شايفين ايه ده؟ ها الفيولاي، هرنيا، فتاق، فت فت فت، بالظبط كأن لو حصل فيه فت. يبقى انا بتكلم عن مين؟ برافو عليك، وعن الريسبيراتوري برونكيول. الريسبيراتوري برونكيول، ادي الجدار بتاع ده بتاع التيرمينال، ما فيهوش اي ايه؟ اي فتاق طالع منه. شوف اول ما ابتدى يظهر فت، شايفين اهو اهو، يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن الريسبيراتوري برونكيول. السؤال بعد كده بيقول ايدنتيفاي ذا فوتو اند ذا بوينتد ستراكشر، الفوتو اللي قدامنا ده، الاستراكشر اللي قدامك ده، فكرك مين؟ نفكر مع بعض. تعال نشوف الطبقه اللي فوق دي، ايه ده؟ عباره عن ايه؟ ها النشيد القومي للريسبيراتوري سيستم، السودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر وذ جوبلت سيل. ادي يا شباب الايه؟ السودو ستراتيفايد بتاعي، شويه نيوكلياي فوق وشويه تحت، متغطين من فوق بالشعر السيليا، الخلايا بتاعتي متغطيه بالشعر السيليا، وما بينها في ايه؟ الخليه الكاسيه اهي اللي عامله زي الكاس، اللي الجزء بتاعها اللي فوق بيبقى فاتح نتيجه ان في مخاط وبيدوب، اللي هي عباره عن الجوبلت سيل. تمام؟ طيب هلاقي في ايه؟ هلاقي ادي طبقه اللامينا بروبيا بتاعتي، ها هلاقي طبقه السبميكوزا اللي بتحتوي على جلاند فاتحه وجلاند غامقه، ها اللي هو ايه؟ جلاند
بتاعتي في الصاب ميكوزا، ويليها طبقة من إيه؟ إيه ده؟ عبارة عن طبقة كارتليج، كارتليج فيها منظر بالظبط كده، ها زي منظر إيه؟ زي ما قلت لكم البيض العيون بالظبط كده، قاعدة على أرضية صافية متجانسة. يبقى كل الكلام ده بيتفق على ان السكشن بتاعي ده عبارة عن تراكية، واللي مشاور لي عليه ده عبارة عن ايه؟ الجلانز عندي اللي موجودة في السابميكوزا اللي بقول عليها السيروميوكاس جلاند او السابميكوزا جلاند. ممكن بقى واحد كده ايه يتفزلك، اللي هو عارف الناس كده اللي هي ايه يعني بيتقال عليها ان هو يعني، او انا بقول لهم ان انت كده ركبت الناقة وشرخت، وشرخت فعلا، وبنشوف الكلام ده في الامتحان، ان هو يجي يقول لك ايه دكتورة إيمان، هي ليه دي ما تنفعش إنها تكون انترا بالمونري برونكس؟ ليه؟ هو أنا مش عندي كده كارتليج؟ ما هو ممكن يكون إيه يعني جايب لي حتة كده من الكارتليج ماشي، أو حتة كده من البرونكس، ما يكونش جايبها لي كلها. فليه دي ما تكونش برونكس انترا بالمونري وما تبقاش تراكية؟ هقول لك كذا حاجة. أولاً عشان أجيب لك انترا بالمونري برونكس لازم أجيب لك الألفيولاس تكون موجودة عندك، تكون في ألفيولاي عندك. تاني حاجة، تاني حاجة إن اولا انا ما عنديش هنا تحت الابيثيليوم، ها او بمعنى اصح تحت طبقه الكونكتيف تيشو بتاعه الميكوزا، ما عنديش هنا الشرايط بتاعه السموث ماسل، فيبقى اذا هنا انا ما عنديش طبقه الماسكلوزا. تاني حاجه، تاني حاجه عمر ما هيجيب لك الكارتليج حته بهذا المنظر كده، لازم لما يجي يجيبها لك يبين لك كويس قوي انها قطع، قطع متقطعه، او انا زي ما قلت لك ان شاء الله حتى قطع، بس عمرك ما عمره ما هيجيبها لك بهذا المنظر ده خالص عمره. فدايما لما هيجيبها لك ها يجيب لك كده جزء زي ما هنشوف بعد شويه، ها جزء كده من البرونكس، جزء كده محترم، ها ومبين فيه انها عباره عن ايه، قطعه مش حته كامله بهذا المنظر. وتاني اللي ما يخليها برضو ما تمشيش خالص انها تكون انترا بالمونري برونكس، ان انا ما عنديش هنا في شرايط البينك، ها اللي هي الماسكلوزا اللي بتفصل ايه الميكوزا من السابميكوزا. اتفقنا يا شباب؟ يعني طبعا ايه لازم ايه يعني ادخل معاكم بتفكيركم ونحط كل الاحتمالات، خاصه ان وقت الامتحان ساعات كده ايه الناس من كتر ما بتتعمق بايه استغفر الله العظيم بتلحد، يعني ايه من كتر ما بتتعمق كده في قرايه السؤال والتفكير العميق ايه بتخليهم ايه بيحودوا تماما تماما تماما، يعني زي ما قلت لكم ايه ركب الناقه وشرخ. فارجوكم يا جماعه يعني خليكم في الامتحان، مش هقول لكم سطحيين، بس بلاش تتعمقوا زياده عن اللزوم، لان انت كل ما تفكيرك هيتعمق اعرف ان انت تفكيرك في الاخر ايه هيبقى غلط. ودايما بقول انا في امتحانات العملي بالذات ها والام سي كيو الانطباعات الاولى تدوم، يعني اول حاجه بتيجي في دماغك اعرف انها 95% بتبقى ايه، بتبقى صح. ال 5% دول ايه بقى؟ لو انت لا ايه ده لا 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 ده انت بقى متاكد ان انت ايه ها شرخت فعلا، فانت متاكد انك شرخت فعلا صلحها، لكن اول حاجه بتيجي في دماغك هي الصح، شاكك الحاجه لو ان هي الصح. اتفقنا يا شباب؟ السؤال اللي بعد كده بيقول identify the pointed structure at one، ده السكشن قدامي ده عباره عن ايه؟ structure جوه اللنج. ليه؟ لان انا شايفه الحويصلات الهوائيه اللي قدامي دي ها اللي هي عامله زي البلالين المنفوخه، يبقى انا جوه اللنج. مين جوه اللنج؟ ها يا تنتن يا تنتن، يا برونكس يا برونكيول، مين اللي قدامي ده؟ بصوا يا جماعه ايه ده؟ قطع 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 من ايه؟ من الهايلاين كارتليج. يبقى انا بتكلم على طول عن ايه؟ عن انترا بالمونري برونكس. طيب جه شاور لك هنا على حاجه رقم واحد، ايه دي؟ عباره عن الشرايط البينك اللي ماشيه داير ما يدور، يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن الماسكلوزه بتاعه الانترا بالمونري برونكس. ودايما يا شباب خلي اجابتكم كامله، الله يكرمكم بلاش تستخسروا الاجابه، ما تكتبليش ماسكلوزه وتسكت، قول لي ماسكلوزه بتاعت مين؟ ما انا عندي ماسكلوزه بتاعت برونكيول، ها لكن هنا لازم احدد ان دي الماسكلوزه بتاعت الانترا بالمونري برونكس، الانترا بالمونري برونكس. اتفقنا يا شباب؟ ونروح على اخر سؤال عندنا، بيقول لك ايدنتيفاي ذا فوتو، ايه الفوتو دي؟ ده حاجه جوه اللنج. مين قال يا دكتوره ايمان؟ من الحويصلات الهوائيه الالفيولاي اهي. طيب الاستراكشر ده تاني، ها يا معزه قايمه يا معزه نايمه، يا برونكاس يا برونكيول، مين فيهم؟ مين فيهم؟ شايف عندك اي قطعه من الكارتليج؟ في مفيش،
هنا شايف في ايه؟ لا طبقة محترمة 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 من الايه؟ السموث ماسل، اهي الشرايط البينك اهي اللي ايه؟ اللي ماشية لي داير ما يدور. يبقى انا هنا بتكلم عن مين؟ عن ها تيرمينال برونكيول. تيرمينال برونكيول باليومن بتاعها الفولدد الماسكلوزة المحترمة المحوطاها، ما عنديش كارتليج، ما عنديش ايه؟ ما عنديش جلاند. يبقى انا بتكلم عن التيرمينال برونكيول، وطبعا دي مش ريسبيراتوري خالص، طبعا مش ريسبيراتوري من اي شكل من الاشكال. ريسبيراتوري يعني ما فيهاش المصل المحترمه ده، فيها الوول بتاع بارز منه كده الفيلس، فدي مش ريسبيراتوري برونكيول باي شكل من ايه؟ من الاشكال. اتفقنا يا شباب؟ كده نبقى خلصنا. ثانك يو ونشوفكم على خير ان شاء الله.